تنضم إلينا من جنوب لبنان مراسلة الغد كلودي أبي حنة. كلودي، ما تفاصيل هذه الضربات والاستهدافات؟ في الواقع الاستهداف الأخير كان في بلدة بليدة في القطاع الأوسط، هذه البلدة التي تواجه موقع يفتاح الإسرائيلي، حيث دوت صفارات الإنذار قبل ظهر هذا اليوم. ولكن بلدة بليدة كانت تشيع عنصرين تابعين لحركة أمل سقطا في المواجهات الحدودية الأخيرة وسط حشد كبير من المواطنين، وعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى استهداف منزل يقع قرب المقبرة بصاروخ من مسيرة إسرائيلية، الأمر الذي أثار الكثير من التوتر بين الحاضرين. بحسب المعلومات أن لا إصابات حتى هذه الساعة بحسب المعلومات الأولية، ولكن سيارات الإسعاف توجهت إلى المكان. إذن بلدة بليدة تعرضت لغارة من مسيرة إسرائيلية أثناء تشييع عنصرين لحركة أمل. كذلك أفادت المعلومات التي لدينا أن غارة أخرى استهدفت بلدة ميس الجبل المجاورة لبلدة بليدة. الوضع في مناطق القطاع الأوسط من جنوب لبنان يسوده التوتر بعد هذه الاستهدافات، وهي تلت أيضا إطلاق صفارات الإنذار في أكثر من موقع إسرائيلي مواجه لهذه البلدات الواقعة في القطاع الأوسط. تحليق الطيران الحربي الإسرائيلي أيضا كان كثيفا في ساعات قبل الظهر في المناطق الجنوبية حيث نحن موجودون، وصولا إلى الضاحية الجنوبية لبيروت وبيروت العاصمة، حيث شعر السكان بترددات تحليق هذا الطيران الحربي الإسرائيلي. يأتي ذلك وسط ترقب كبير لمسار المفاوضات الجارية حول إرساء الهدنة في غزة وصفقة التبادل، خصوصا أنه ما بعد هذه الهدنة إذا حصلت سوف يطرح أكثر فأكثر الوضع في جنوب لبنان في ضوء التصريحات الإسرائيلية التي رفضت الربط بين وضع في غزة وبين الوضع في جنوب لبنان. إذن الترقب يظل سائدا هنا لتلمس آفاق تطورات هذه الأوضاع المستمرة بتوترها وبإحداث المزيد من الخسائر البشرية وكذلك المادية. هل كان هناك أي رد من حزب الله على هذه الضربات أو الهجمات؟ في الواقع حزب الله لم يعلن حتى الآن عن تنفيذ أي عملية ضد المواقع الإسرائيلية. نحن لا نزال ننتظر، لأن صفارات الإنذار كانت قد دوت في المواقع في المناطق التي تقع فيها المواقع الإسرائيلية الحدودية. حتى الآن لم يتبنى حزب الله أي عملية، ويعني نريد التأكد إذا ما كانت بالفعل حصلت عمليات أو أن صفارات الإنذار كانت نتيجة إنذارات خاطئة، وبالتالي عمدت إسرائيل إلى استهداف منزل يقع قرب المقبرة حيث كان يوارى الثرى عنصران من حركة أمل في بلدة بليدة. لماذا هذه الاستهدافات؟ هل هي رد أم أنها لترويع المواطنين الذين كانوا يحتشدون بأعداد كبيرة لمواراة العنصرين الثرى؟ في أي حال هذا الموضوع أيضا يطرح فعلا ورد فعل هنا في جنوب لبنان. سننتقل إلى القاهرة، كلودي أبي حنة مراسلة الغد من جنوب لبنان. سننتقل